كل الجميل يا عروسة المسيح، كل الجميل فيكي، الأمان والإيمان الصحيح، كل الجميل. عيد شهدائك، عيد شهدائك الأبرار القديسين، نوري نوري نوري. القصة فيكي مش غناني ذكريات، القصة حية بتنكتب تاني، وفي كل مرة يقصدوا لك موت تبقى انت حية. بقي القوي القصة حية، حية بعريسك يا عروسة يا بهية، حية بولادك، حية بهادك. عروسة متعطرة بالمرج، متزينة بالدم، وريحتها حلوة، ريحة بخور بنار، وبالألم يعلى نقام. كل الجميل يا أمي وأنا واقفة قدامك وبتعلم. الدم سال يا ما سال أنهار، دم الشهداء، دم الأبرار، دم الأطهار، دم الأبطال. ازاي بتبقي على طول كده جميلة؟ ازاي بتبقي رغم الألم سودة جميلة؟ سيدنا النهاردة وإحنا مع نيافتك في مناسبة، يعني إحنا في عيد النيروز، بعتقد إن إحنا النهاردة الكنيسة ما إحناش أبداً حاسين فيها بكآبة، بالعكس إحنا حاسين إننا في عيد، ومش حاسين برغم بشاعة اللي حاصل ورغم اللي حوالينا في المكان، مش حاسين إنه مكان لا موت ولا مكان ضيق، لكنه مكان بتخرج منه حياة. إن إحنا بنرجع لأيام أبائنا ورحيق الاستشهاد باين، وفرصة نشهد للمسيح، وفرصة إن إحنا هنقدم حاجة للمسيح. نافت الأنبا ميخائيل مطران أسيوط قال: أنا بتخيل إن الكنائس دي تحولت إلى مجمرة وبيصعد منها بخور لربنا، قدمنا حاجة لربنا. المسيحيين فخورين أنهم اضطهدوا لكونهم مسيحيين، بس ما في سبب تاني، حاسين بالفخر وحاسين أنهم بيتألموا ولو قليلا من أجل المسيح اللي تألم من أجلهم. مشاعر الناس كانت حلوة جدا، حاسين بفرح، حاسين بفخر أنهم أولاد الشهداء، والتاريخ بيعيد نفسه فعلا. في بعض الناس لأول وهلة خافوا طبعا، ده بعد بشري ما نقدرش ننكره، يعني في ناس بكوا لما شافوا النار، في بعد بشري. يعني حتى أبائنا الشهداء اللي كانوا بيرموهم للأسود
ما كانش بيقول يعني اتفضل ابتدي بالايد ولا بالرجل ولا بيقعد على اقول له اتفضل كل، لا كان بيتصارع معاه في غريزه بقاء في بعد بشري. لو ما كانش جوانا مشاعر نبقى ما قدمناش حاجه وما نبقاش احياء. يعني الالم دليل حياه، يعني فقدان الشعور بالالم خطر جدا. فالناس كان عندهم شعورين، الشعور المسيحي انه فخور وفرحان واخذ بركه وبيشهد للمسيح، شعور وطني تاني انه بيرفض اعمال العنف وانه قلبه على مصر ودي ممتلكات مصر وهتتبني من فلوس مصر وجزء من اقتصاد مصر، وانه عاوز بلد امن وبلد اللي قاعدين فيه مواطنين مش سكان. في فرق بين الساكن والمواطن. الساكن ممكن يغير بلده، مواطن داخل في لحمة الأرض والوطن خاف عليها. كان عندنا الشعورين دول، احنا وطنيين، يعني فيما نحن مسيحيين نفخر بالألم، احنا وطنيين ورفضنا ده وطنيا ومصريا، لكن على مستوانا الشخصي احنا فخورين طبعا. يعني عايزين نفهم اذا كان في شهداء تقدموا في الفتره اللي فاتت لاجل ربنا ولاجل بس انهم مسيحيين، في كمان ما سميتهم نيافتك بالمعترفين. أيوة. عايزين نتكلم عن القامه دي اللي ربنا قصد يرفع فيها الناس ونفهم، لانه احتمال الالم وانه الذين عذبوا ولم يقبلوا النجاه دول معترفين، كنيسه بسميهم كده. طبعا احنا عندنا رتب في الكنيسه بعد السيده العذراء والاباء الرسل، في شهداء معترفين، سواح، عباد، نساك، لابس الصليب، والقديسين بشكل عام. المعترفين ده هو المفروض كل الناس، يعني القديسين يعني قسم مشترك من الكل، هو القداسه اللي هي ان حد مخصص نفسه لربنا في اي مجال ربنا سمح له بيه. المعترفين اربع انواع. نوع اللي هم قبض عليهم وكانوا بيتعذبوا داخل السجون وبيتألموا وتربط رجليهم وما وصلش بيهم التعذيب لحد الموت، بيسموا في ضمير الكنيسة الشهداء الأحياء أو الشهداء بدون سفك دم زي ما مكتوب في كتير من المصادر، لكن أفرج عنهم. النوع الثاني المعترف داخل أسرته أو داخل عمله، كان ممكن يؤمن بالمسيح داخل أسرته فيضطهدوه وتقريع وإهانة، أو عبد مثلا في بيت سيده كان دايما يتعرض لإهانات ومتاعب وضرب أحيانا، ده نوع تاني لأجل إيمانه بربنا. لأجل إيمانه. النوع الثالث المعترفين في الحياة العامة، هما بيضطهدوا في شغلهم، في مدارسهم، في جامعاتهم، في الشارع، في وسائل المواصلات، بعبارات تحريضية على الحوائط، بهتافات تحريضية في الشوارع، أحيانا في الخطاب الديني في حاجات تحريضية وإهانات، وساعات في الميديا نفسها بأنواعها في حاجات تحريضية ومهينة. يعني ده نوع ثالث. النوع الرابع اللي هو واحد بيشهد للمسيح، بيعترف به من خلال سلوكه، من خلال كلامه، خلال حياته بشكل عام. حتى سيد المسيح هو الشهيد الأول، هو المعترف الأول، يعني اللي على مثاله كل الشهداء وعلى مثاله كل المعترفين. وقال القديس بولس كده انه اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البونتي. دول اربع انواع. انا بعتبر مصر في طغمة المعترفين دلوقتي، في مخزون عندنا كبير جدا، مخزون كنسي، مخزون ابائي، مخزون تاريخي. عصر الاستشهاد بنفخر بيه كل يوم، بنفخر بشهدائنا كل يوم، لحد ما جت الفرصة ان احنا نعيش العصر ده، فرحانين جدا، احنا محظوظين بذلك. هو ده السبب. سبب ان المسيحيين في مصر لقوا نفسهم فجأة وبدون ترتيب وبدون توقع دخلوا عصر الامبراطورية الرومانية ايام الاستشهاد بتاع الثلاث قرون الاولى. فالموضوع كان كبير قوي، فتفاعلنا معاه بشكل مختلف. واللي ضعفه في الوقت ده ضعف لحظي او وقتي بسبب البعد الانساني، البعد البشري. زي حد اتألم، حد صرخ، حد بكى قدام الكنيسه وهي
ده البعد البشري، لكن المشاعر العميقة جوه هي بختنا، يا فخرنا ان ربنا سمح لنا نضطهد ونتألم من قبل. ما هو ده كمان ضايق إبليس زيادة. أيوه. وده كمان كان مزعج، انه كنيسة اللي بنحاول، يعني عفوا في الكلمة، اللي بنحاول نكسرها تحتفل وبتقوم بسرعة قوي كده. انت عارفة ان الشيطان في بداية القرن الرابع فوجئ انه ارتكب خطأ جسيم باضطهاد المسيحية، لانها زادت وكبرت، لانه فيما كان يظن انه هيجهد على المسيحية في مهدها اذا بيتصدر ملايين الشهداء، فجابت نتيجة عكسية فأوقف الاضطهاد. ويعود الشيطان يكرر نفس الخطأ الايام دي فيما ظن انه هيكسر الاقباط ويثنيهم عن محبتهم لربنا. ارتكب خطأ جسيم، واعتقد انه ندمان دلوقتي. بعنوان كنيستي وسط الاتوم، هتفضل يا امي مهما يبوم الكون، وفي عيني انت الاجمل يا نور العيون، لكني متخيلتش اني اشوف اليوم اللي كنيستي فيه تكون وسط الاتوم. من بين اتوم نارك انا بناديك، نفسي احضن ترابك احضن مبانيكي، نفسي بدمع عيني دمع عيني يا ام طفيكي. انا قصدي اتكونت من كل طوبه فيك، النار الماسكه في طوبك، النار الماسكه في طوبك عيني شايفاها نور، الدخان الطالع منك صاعد لإلهي بخور، نارك دي هتنور قلوب مليانة شروز، لكن صعب علي أشوف النار جيدة بأجمل ظهور. لكن ولا يهمك ولا يهمك، قصدك مش مجرد مباني، أنت إحساس وروح ساكن في وجداني، أنت أمي وسفنتي مالية عقلي وكياني، انتي فرحة سنيني ونور ايامي. تعرفي ان النار الجيدة فيكي دي زودت جمالك، ما هو انتي اصلك ذهب وزاد لمعانك. تعرفي ان النار الجيدة فيكي دي زودت جمالك، ما هو انتي اصلك ذهب وزاد لمعانك، من وسط ضيقك اصرخي واطلبي الهك، هو هيسمع صرختك ويمحي احزانك. ارجوكي ارجوكي قومي وافرحي، قومي يا امي وافرحي واضيئي انوارك، قومي من تاني ورتلي بدفك ومزمارك، واكتبي برماد نارك صفحه في سنكسارك. افرحي يا امي بالهك، ما هو سر انتصارك. طبعا واديناهم ورق، قلنا لهم اكتبوا رسائل لبابا يسوع، عايز تقولوا ايه؟ كتبوا كتير. انا طلبت من يفتكر رسائلتي، لازم نشوف. كاتبينها بخطوط بخط ايديهم، فيها حاجات طلب عفويه من الولاد جميله جدا. يعني ايمانهم اعمق واكثر براءه واكثر شفافيه، كانوا تلقائية عجيبة جدا. أنا مش بيمثلوا، لأن احنا ما اتفقناش معهم قبل كده إن احنا هنعمل ده. طبعا ده بتلقائية اكتب. الكتب أشكرك، واللي كتب أنا فرحان، اللي كتب أنا فخور إن أنا مسيحي، واللي كتب يا بابا ساعد الناس اللي اتأذوا، واللي قال له يا بابا يسوع عايز الكنيسة ترجع تاني زي ما كانت، عارف كده. فالأولاد سألوا ليه ربنا عمل كده؟ طبعا سألوا ليه الأمير تدوس مدافعش عن الكنيسة بتتحرق؟ ده الأولاد والكبار والكبار. وسألوا كمان هما بيعملوا فينا كده ليه؟ وسألوا هل ده ممكن يحصل تاني؟ ده تقريبا محور الأسئلة. الكبار شوية سألوا في الخد الآخر، سألوا في الميل التاني، سألوا في البعد الوطني، يعني في بعد كنسي وبعد وطني. ده الكبار شوية ناضجين.
فأنا عملنا مرحلتين، المرحلة الثالثة بعد يومين اللي هي الجامعيين لحد 30 سنة. قلنا للولاد إن الأمير تدرس هو نفسه قتل من أجل المسيح. بالظبط. وكان نفسه إنه يقتل من أجل المسيح. وكثير من الآباء عملوا معجزات وهم نفسهم كانوا يشتهوا إنهم ينطلقوا للمسيح. فده ما يتعارضش. لا سماح الله. مش عدم قدرة من قديسي على إنه يحمي بيوته. حتى السيد المسيح نفسه أهين. كان يقدر يمنع اللي بيضربه واللي بيجلده واللي هيسلبه، لكن ده ساب بيلاطس البنطي يمارس عمله. يعني ساب بيلاطس يحاكمه، يعني صوري الخالق الكل يحاكم من أحد خالقته، لكن احترم شغله. قالوا ده شغلك. وقعد ما يردش على بيلاطس لحد ما بيلاطس يعني ايه تجاوز الحدود وقال له ان انا ليا سلطان اطلقك او اصلبك. فقال له لم يكن لك علي سلطان البت ما لم تكن قد اعطيت من فوق. السؤال الثاني اللي سالوه ليه ربنا عمل كده؟ ليه سمح بكده؟ وفي ام جاوبت على طفل وقالت له زي ما انا اخذتك في مره وديتك للدكتور وعمل لك عمليه اللوز. كانت لذيذه؟ قال لها لا ما كانتش لذيذه طبعا. قالت له كنت بتعرف تبلع كويس؟ قال لها لا. طب انت كنت خايف وانت داخل؟ قال لها ايوه. قالت له كنت بتتخيل ان انا مش بحبك انا والدكتور اللي عمل كده؟ قال لها كنت متغاظ منكم. قالت له طب وبعد العمليه؟ قال لها لا احسن كتير. قالت له يبقى افضل كان ايه؟ قال كان يحصل كده. تمام. ايه الحديث المتدرج ده لحد ما يوصل للفكره اللي عايزه توصلها له. سيدنا احنا جوانا ايمان حقيقي، احنا كاولاد الكنيسه او كاي حد جرب وشاف. يعني اعتقد انا شخصيا مثلا في سنين طفولتنا القريبه الصغيره واحنا صغيرين جدا ما كانش الاضطهاد واضح، لكن كان التمييز واضح. يعني كنا بنسأل في كنيسة قوي ليه بيعملونا كده؟ ليه بيقولوا ما تلعبوش معانا؟ ليه الحاجات اللي شبه كده؟ دلوقتي أظن أنه التحدي أصعب قصاد الكنيسة. طبعا. السؤال اللي بيقلقني ومتهيألي بيقلق أمهات كتير وبيقلق نيافتك كمان، أنه لما الكنيسة تعمل كل الواجب اللي عليها ده ونروح تاني نندمج في المجتمع، نلاقي المجتمع ما وصلتهوش الرسالة دي ولا نصها ولا ربعها، ونلاقي المجتمع لسه شايف أنه في تمييز برغم انه اعتقد ان الامور ممكن تكون بتتغير بسبب حال الوضع. هل محتمل التلاميذ المسلمين ينظروا نظره شماته؟ هل محتمل يتهموا الاقباط انهم هم اللي جابوا نفسهم كده؟ ده الاتهام الايه اللي ممكن يتعمل الشائع او الظاهر. قلنا مبدئيا الحوار افضل من المقاطعه في كل الأحوال، يعني حتى لو اختلفوا حتى لو اتخانقوا ده أفضل من كل واحد ياخد موقف من التاني. ده مبدئيا. وقلنا الولاد قولوا لإخواتكم المسلمين احنا زعلنا من اللي حصل لكن مش كلكم وحشين، في ناس فيكم كويسين، واحنا عارفين ان ناس منكم متضايقين من اللي حصل ده. وانا متوقع ان كتير من التلاميذ المسلمين او الطلبة هيعتذروا بشكل او باخر. احنا عمالين وصلنا اعتذارات يوميا من شرائح كثيره من المسلمين. احنا مكسوفين منكم، احنا بنتاسف، ما تحاسبوناش على حاجه فئه مننا عملتها، احنا عايزين نساهم معاكم كتير الايام دي. فقلنا لهم من اجل سلام مصر، من اجل التعايش، احنا لازم هنتعايش. لازم نوجد، احنا مواطنين مش سكان. ولازم نوجد سبيل نتعايش بيه مختلفه خالص عن فكره الاستشهاد في العصر اللي احنا فيه. قارن لنا يا سيدنا ما بين اللي فات وما بين اللي احنا فيه، ايه اوجه الشبه واوجه الاختلاف؟ هو القاسم المشترك بين زمان ودلوقت انه لكونه مسيحي يستحق القتل والاضطهاد. ده القاسم المشترك. زمان كان الناس بيستشهدوا بالمئات. زمان كان الشهيد ليه ملف وفيه محاكمات، يبقى في تأشيرة في آخر الملف يقولوا كتبت قضيته وأمر بقطع رأسه. فالاضطهاد كان ممنهج،
في أيام الرومان بموجب قانون روماني صدر من المسيحية ديانة محرمة لأن تعاليمها تتعارض مع مصالح الإمبراطورية الرومانية. ده السبب. وكان في نبل في التعامل في القصة دي من الرومان. كان في نبل. أنا بتكلم على الملفات الطبيعية للشهيد. كلمة يبقى ليه ملف، يعني قيل إن أيام دقلديانوس وحده قتل 800,000 ليهم ملفات غير اللي اتقتلوا في قرارات عصبية ليه أو للولاد بتوعه. يعني يستشهد ماري جرجس، فالمئات الموجودين يقولوا نؤمن بإله جرجس فعلا يؤمر بقتلهم. دول ما لهمش ملفات. اللي ليهم ملفات 800,000، الباقيين أكتر. الاستشهاد ممكن يجي من خلال ثلاث حاجات. واحد، كلمة استشهاد من شهد واطلقت الأول على الآباء الرسل لأنهم شاهدوا السيد المسيح. شاهدوا للسيد المسيح. شاهد بمعنى عاين وشاهد بمعنى تكلم. كرز. وشاهد بموته. وشاهدوا بينما كان يقتل. أربع حاجات. فكلمة استشهاد من شاهدة، ممكن الواحد يستشهد أو يشهد للمسيح بطرق. أولا بكلامه المملح بالروح القدس، لازم كلامه كنسي، تعبيراته كنسية. ونمرة اثنين، يشهد بسلوكه. وممكن يرتفع مستوى الشهادة فيوصل للدم. ففي وفي حد طبعا بيتعذب، ده شكل من اشكال ده بيرسخ الفكره اللي نيافتك قلت لنا عليها، انه الشهداء الاحياء. انه بالضبط، يعني هو الاضطهاد لما وقف يعني رسميا سنه 312، الناس كان في قلوبهم محبة كبيرة جدا للاستشهاد، وكانوا مندفعين بقوة ناحية الاستشهاد، كانوا بيفتخروا انهم يستشهدوا. وفي الاضطهاد والمحبة موجودة والدافع موجود، فطلعوا على البراري. وبدل ما يسفك دمه بضربة سيف 5.5 لتر، كان يسفكهم نقطة نقطة في الحياة النسكية. فيعتبروا برضو الجهاد شكل من أشكال الاستشهاد، يعني طريقة الحياة شهادة. نمرة اثنين، البذل. بيبذل لأجل المسيح، ممكن يبقاش دم لكن ممكن يبقى عمل محبة، ممكن يبقى تسامح. يعني ممكن أخد مفردات الاستشهاد وأعيش بيها. مش لازم استشهاد بالمعنى الكامل. لم يشك أحد مطلقا في المسيح أو في مسيحيته في الظروف دي. ولم يتراجع أحد مطلقا، ولم يتخذ أي شخص في أي مرحلة عمرية موقف من الكنيسة أو المسيح. العكس حصل. فده محك، يعني بنحب ربنا وتظهر محبتنا ربنا في المحكات أكتر من الأيام العادية. الأيام العادية يعني بنتعامل ببساطة، ومحبتنا ربنا تقليدية والتعبير عنها تقليدي. المواقف دي أظهرت قد إيه في حب، أظهرت قد إيه الأقباط عندهم مخزون من الحب ومخزون من التعلق بالمسيح. والدليل المحك ده كان ممكن يظهر ضعف موجود، ما أظهرش ضعف موجود، بالعكس. نسجد للثالوث الرب الإله العظيم، الواحد في اللاهوت المثلث بالأقاليم. السلام لك يا مريم يا والدة الإله، السلام لك يا مريم الحمامة الحسنة، السلام للسمائين في بادئ النهار، ملائكة وقديسين وصفوا في الأبرار، السلام لميخائيل رئيس الرؤساء، السلام لغبريال مبشر العذراء، السلام للشيروبيم، السلام للسرافيم والأربع
ولا 20 قصيدا بالتعذيب. لم ليوحنا الصابغ والشهيد شهد لك المسيح كأعظم المواليد. لم للإثنى عشر رسولا مختارين. السلام لمن كرزوا باسم رب الآمين. سلام لمن رؤوس مبدد الأوثان. السلام للإنجيل مبشرنا بالإيمان. السلام لاستيفانوس أول الشهداء رئيس الشام أنسى وناظر السماء. السلام لمن اعترفوا بالرب امام سلاطين. السلام للعجيبين مرينا الامين الشهير بالقاوي الشافع في المؤمنين. السلام لكل صفوف الشهداء الابرار الذين سفكوا دمهم واحتملوا اكتفوا النار. هبانوب ده كان غلام وعمره 12 عام استشهد بشجاعة وتحمل كل ألم. راح لوالي سما النود وقال له يسوع موجود هو وحده المعبود. أنا معبودش الأصنام. وانا في الحقيقة لما ابدأ لازم اقول ان انا اعظم لحظة دلوقتي علشان هتكلم عن القديس ابانوب وتوصل سيرته لكل العالم، لان دي كانت امنيتي من يوم ما ترسمت، لان انا كان اسمي ابانوب، انا الوحيد في العالم اللي كان اسمي ابانوب. كان نفسي اسم القديس ابانوب انتشر، والحمد لله انتشر بطريقة عظيمة جدا. يعني هو كلمة ابانوب، أبا يعني أب، كلمة إبطية، ونوب يعني ذهب، أبا نوب يعني أبو الذهب. وطبعا زي ما حضرتك قلت في الأول إن القديس أبا نوب ده أب كبير قوي، لأنه صغير السن كبير المقدار، عشان زي ما هنعرف من سيرته إن هو كان سبب إيمان واستشهاد آلاف من المسيحيين والوثنيين. القديس أبا نوب اتولد في بلد اسمها نهيسة مركز صرخة، ونهيسة ديت يعني قريبة من سمنت حوالي 10 كيلو، يعني اسمها دلوقتي كفر العرب. وقديس أبانوب كان وحيد أبو أمه، لكن ربوه في خوف ربنا وحب ربنا جدا جدا جدا. وزي ما الكتاب المقدس بيقول رب ابنك في طريقه حتى متى شيخ لا يحيد عنه. هو طبعا كان 12 سنة يعني ما استشهد، كان يعني يعتبر 12 سنة وشهور كده يعني. أبوه وأمه ماتوا وسابوله، يعني سابوه صغير. أبوه مات كان عنده 9 سنين، وبعدين أمه ماتت. ولما بقى عنده 12 سنة راح في مرة الكنيسة، سمع أبونا بقى بيتكلم عن الاستشهاد. فهو عشان بيحب ربنا جدا جدا فكر بقى في كلام ربنا، إن أردت أن تكون كاملا اذهب بيع كل ما لك وتعالى اتبعني حاملا الصليب. النظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قديسين في كل سيره. القوه الحقيقيه في الايمان مش في الفلوس. عشان كده تلاحظوا ان كل التهدف لديانوس لاغنياء الايمان مش لاغنياء الثروه. في ايام الاضطهاد الصعبه دي ملناش غير ربنا، وفي اي ايام تاني ان عشنا فللرب نعيش، وان متنا فللرب نموت، إن عشنا أو متنا فللرب نحن. ناوي تعمل إيه بثروتك؟ أنا صح يا بنوب، هتعمل إيه بالفلوس كلها؟ لحد دلوقتي مش عارف، لكن أنا متأكد إنها ملك ربنا.
ذهب مجرب بالنار تفسير اسمك المحبوب يا شهيد الله المختار القديس أبانو وغطى منذ صباك العالم وشهواته وأحببت يسوع مولاك وتبعت خطواته وزعت مالك في انهيسة وأتيت إلى سما النوت حبا في الأكاليل النفيسة والغرس غير المفسود دهش لوسيانوس الوالي حين رى طفلا صغير معترفا باسم يسوس محتقرا كل امين فاخذك معه مصلوب منكسا على الصليب فصرخت الى المرهوب ربك يسوع الغالي يا ربي يسوع المسيح أرسل لي ملائكتك لتهديني إلى موضع الوالي وافتح فمي يا رب لأتكلم بحقك أمام الملوك والولاة لأن لك القوة والمجد إلى الأبد آمين يا الله الذي أرسلت النجم العجيب أمام المجوس لترشدهم إلى طريقك ويا من سمعت لإلي وأنزلت نارا فأكلت مضطهديك الذين تركوك وعبدوا آلهة أخرى غريبة يا من أعاد آدم وبنيه إلى الفردوس اسمع لي أنا أيضا وارسل ملاكك النوراني ليقويني ويعطيني مساعدة ومعونة على سفك دمي من أجل اسمك القدوس السلام لك أيها الصالح أبانون السلام لك من عند الله تقوى وتعزى أنا هو ميخائيل رئيس جند الرب أرسلني إليك لكي أقويك في جهادك فقم واذهب باكرا إلى الوالي واعترف باسم السيد المسيح فيعذبك 3 أيام في هذه المدينة وأنا أعطيك القوة وأشفيك ثم بعد ذلك يحملونك إلى أتريب ويعذبونك هناك فأظهر عجائبي معك فيخزى إبليس وجنوده وسأكون معك في كل موضع تمضي إليه السلام لك أيها الصالح أبانون السلام لك من عند الله أشكرك يا رب أشكرك يا رب أيها الوالي أنا مؤمن برب يسوع المسيح ومهما أردت أن تفعل بي فافعله عاجلا فأنا لا أسجد إلا لإله يسوع المسيح ولا أسجد لأوثانك النجسة وانت بقى اللي جاي تهين الآلهة بتاعتنا اللي قادوا الإمبراطورية لحكم العالم كله برضو فيك الخير لقد أتيت من بلدتي لأسفك دمي من أجل الإله الحقيقي الذي خلق الشمس والأرض والبحر وكل ما فيها ولا يمكن أن أسجد لأبولون ذلك الصنم الذي لا يسمع ولا يرى لا يستطيع أن يخلص نفسه فكيف يخلص آخرين الويل لك ولكل من يسجد لهذه الأصنام اللعينة بصراحة يعني أنا الآلهة حرمتني نعمة الإنجاب وأنا بحب الشجاعة والجرأة والإقدام ودي كلها صفات بتتوافر فيك بالرغم من صغر سنك هل يعني هذا الكلام أن كل من يلعن آلهتكم أمامكم وعلى مسمع من جميع الناس يصبح ابنا لك ومن عظماء ولايتك ويكرمه الكل ويتزوج من بنات العظماء أنت مش عارف حيجرالك إيه لو استمريت في الوقاحة دي لا تخافوا من الذي يقتل الجسد إنما بالأحرى خافوا من الذي يهلك الروح
انت بتقول كلام انا مش فاهمه. يا جاهل، اللي يقتل الجسد يقتل الروح. هذا بالنسبة لدياناتكم الوثنية، فالجسد فاني، اما الروح فخالدة الى ابد الابدين. عندك حق، الواد ده انا ما شفتش في وقحته ابدا. خليه عبرة لمن يعتبر. انا مش عارف الحركة ايه دي اللي بيعملوها المسيحيين كل ما ييجوا قصادي. بينادي على الهه يورينا ازاي هنقذه من ايدينا. ارموه بره خارج الاسوار عشان الشعب يتفرج عليه كويس، وكل واحد يعرف لو حاول مرة انه يتحدى الامبراطورية والالهة بتاعتنا يجراله ايه. ارموه بره. السلام لك ايها الصالح ابا نوح، السلام لك من عند الله. الرب ارسلني اليك لكي اقويك في جهادك. قم واذهب للوالي ليرى ماذا فعلت بك رحمة يسوع، حتى يتمجد اسمه امام كل غلاظ الرقبة وقصاة القلب. حلم ولا حقيقة؟ لقد بحثت عنك في كل مكان لأريك كيف أنقذني إلهي من أيديكم عندما ناديته. هل هناك دليل أقوى من ذلك؟ هل ستظل تعبد الأوثان الحجرية الميتة بعد كل ما رأيت؟ أم أن المكابرة والمعاندة هي شيمة كل الوثنيين؟ أنا فهمت اللي بيحصل دلوقتي. عرفت سر الحركة الغريبة اللي انتوا بتعملوها دي كل شوية. دي حركة سحر بتنقذكم من الموت. بالصواب أجبت لأول مرة، ففي علامة الصليب إنقاذ لنا من الموت، ويسوع لم يعلق على خشبة إلا لإنقاذنا جميعا. ولا تزال الفرصة أمامك سانحة، فهو يقبل كل الخطاة والكافرين. أوه، أنا تعبت من الكلام مع الناس دي، مش عايز أشوف حد منهم خالص. ما بقاش الا الواد ده الواحد يعله هم. هبط الوالي يا بنوب على مركب بالمالوب، وياكل ويشرب الخمر واستعذاب المصلوب. التصق كاسه بيده وعمي يا جنود وعبيده، فصرخوا احنا نصارى امنوا واستشهدوا. من انت مثلهم؟ لا اكاد اصدق ما اسمع ولا ارى. فلتسمعه مره اخرى ولتراه مره اخرى. اصبحت تتكلم مثلهم تماما، ومع ذلك سأمنحك فرصة كي تعود إلى عقلك، أو يعود عقلك إليك، وسأمنح جنودك نفس الفرصة. لا تتعب نفسك، فلن أتخلى عن إيماني. أتقامر بحياتك وحياة جندك بهذه البساطة؟ نحن لا نقامر بها، بل نربحها. كنز وداع ورمز شجاع، عمرك ما كنت خواف، لا من عذبات ولا من إهانات، لا من حاكم ولا سياف. كنز وداع رمز شجاع، عمرك ما كنت خواف، لا من عذبات ولا من إهانات، لا من حاكم ولا سياف. وسط ألامك كان قدامك المسيح رب الأرباب، نسيت جروحك ولقيت روحك
طير الحضن وحيد لابوس يا لامك كان قدامك المسيح رب الأرباب. نسيت جروحك ولقيت روحك طير الحضن وحيد لابوس. أحضروا لي هذا الصبي الذي لعب بعقولهم، سأغفر لك ما فعلته مع هؤلاء المغفلين الذين راحوا ضحايا خداعك ولعبك بعقولهم إذا سجدت لآلهتنا. لا يملك الغفران سوى ربي وإلهي يسوع المسيح. كلام فارغ، آلهتنا نحن هي التي تملك الغفران والقوة والجبروت والبطش. ملعونة هي آلهتكم التي لا تعي ولا تعرف. فليجلد على ظهره وهو عاري 100 جلدة، ثم بعد ذلك اجلسوه على كرسي حديد وضعوا تحته كمية كبيرة من القار وولعوه بالنار والكبريت حتى يرتفع اللهيب الى عنان السماء. رحلي ولي اترب عذب وعذب رهيب جلدوا وضعوا على سرير اشعل تحته لهيب جاب سكين محميين ووضعهم جواني عصروا بالهنبازين ويسوع كان بيجيش فيه. إنه بعينه كيف نجا من النار والكبريت. ها أنا قد جئت إليك لأؤكد لك أن يسوع المسيح لا يترك أبنائه. مولاي رئيس الجند أهيس، دعه يدخل. اقرأ الرسالة. إن من يعترف بيسوع المسيح إلها ولا يقدم البخور لآلهتنا يعذب عذابا شديدا، وإن لم يرجع عن رأيه يرسل إلى الإسكندرية عند الوالي أرمانيوس. تخدعون أنفسكم قبل أن تخدعوا الناس. رأيتم بعيونكم معجزات إلهي الذي شفاني من ضربات الجلد وأخرجني من حريق النار والكبريت بعد أن فق قيودي، ومع ذلك تكابرون وتعاندون أن هذه الأحجار الصماء هي الآلهة الحقة. فراح اسكندرية طبعا ورق أرمانيوس يعني بص كده لقى صغير، فقعد يعني إيه يدعبه ويغريه يقول له أنا هخليك ابن ليا، أنا هجوزك من بنات العظماء، وبعدين كويس ان انت متمسك بالمسيح، يعني قاعد ايه يغري كده. وبعدين كان عامل زي الثعلب معايا يعني. هو قديس اغنوب طبعا كان ليه زي ما ابونا قال ليه هدف. وانا من الان اعتبرك ابن ووليا للعهد من بعد. اخ مش كده؟ كيف تكون وليا للعهد من بعدي وانت مسيحي ولا تؤمن بعبادة الاله ابولون ولا تخضع لأمر الإمبراطور؟ قل ماذا تريد ولا داعي لإغرائي، فإغرائي الوحيد هو الحياة الأبدية. عظيم، فلتترك مسيحك ولتعبد الإله أبولون وتخضع لأمر الإمبراطور. ملعون هو إلهك أبولون، وملعون إمبراطورك، وملعون أنت أيضا. رفع الوالي بدون احساس ايدي ورجلي بالفاس، فنزل ملك الرب وشفاه قدام الناس. ارسل ولي اترب لوالي اسكندريه ارمانيوس فعذبه تعذيب بقسوه ووحشيه. افعل بي ما تريد، لأن السيد يسوع المسيح قال لنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، بل خافوا بالحري من الذي يستطيع أن يهلك الجسد والروح كليهما في نار جهنم. لا 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 لا، أنت ساحر، ساحر فعلا وساحر شرير.
لن يجدي معك التعذيب. لا، اسمعوا، احضروا سحرة حتى يهزموا سحره بالسحر. هذا هو الحل الوحيد. لا تحمل هما يا مولاي، فنحن اخطر سحرة في الاسكندرية. قوى الشر كلها لا تستطيع ان تتحدى سحرنا. سنحضن هذا الصبي البائس ثعابين متوحشة. هذه الثعابين الثلاث يا مولاي تكفي لقتل 500 رجل، فما بال هذا الصبي الصغير الذي لا حول له ولا قوة. جه رئيس الملكة سوريال وشفاه، وبعدين رجع وقف قدام الوالي، فالوالي يعني قال له انت ساحر كبير بقى، فقال له لا دي قوة ربنا. فالمشيرين اللي حواليه قالوا له لا ده ساحر ولازم تجيب له سحرة زيه، هم اللي يعرفوا يسلكوا معاه. فراح جاب لهم ثلاثة سحرة من يعني من أقوى السحرة في الإمبراطورية. السحرة دول اتفقوا ان هم هيجيبوا تعبين، التعبان ده طوله حوالي 4 أذرع، يعني حوالي أكتر من 180 سنتي. والتعبان الواحد يقدر ان هو يقتل أكتر من ما بين 200 و300 راجل. فقالوا للوالي بقى احنا نحطه بقى في جب تعابين كده، اوضه مظلمه، ونحط معاه مجموعه تعابين ونسيبه طول الليل. الوالي بقى مبسوط جدا وحس ان هو انتصر. وسبح الصبح وهو واثق من نفسه قوي، قال بقى هفتح السجن هيلاقي بقى ان القديسه منوب انتهى يعني. ففتح الجب ده او السجن المظلم ده، بص لقى ان القديسه منوب قاعد بالطريقه بتاعته الجميله. المنظر الحلو بتاع القديسه منوب كده وبيصلي وفي سلام عجيب، والتعابين يعني ما اذيتوش يعني. ففي اللحظة دي آمن أكتر من 50 واحد، وبخلاف إن الثلاثة السحرة نفسهم آمنوا. فالوالي قال له أنت ساحر كبير قوي وأنت أقوى من السحرة اللي عنده. قال له لا دي قوة ربنا، وعلشان تعرف إن دي قوة ربنا القديس أمانوب صلى وأمر إن واحد من التعبين تلف حوالين رقبة الوالي بدون ما تأذيه. وطبعا يعني هو ده التسامح وهي دي المسيحيه، هو عايز يوري له المسيحيه، وعايز يوري له ان دي قوه ربنا من السحر، ان كان يعني مصمم انه ساحر يعني. لا انت ساحر كبير، انت ساحر خطير. هذا ليس سحرا لكنها قوه الله ومواعيده الصادقه التي وعد بها اولاده حينما قال لهم ها أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيئا. أنا لا أصدق أنه منحكم مثل هذا السلطان، السلطان للإمبراطور وحده. تخدعون أنفسكم بشكل فاضح، حتى الأدلة المادية التي ترونها بعيونكم لا تصدقونها، ومع ذلك سترى الآن دليلا لا يمكن تكذيبه. تسلق جسد الوالي والتف حول رقبته دون أن تؤذيه، فنحن لا نقابل الشر بالشر كما علمنا الكتاب المقدس، غير مجازين عن شر بالشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين. أستحلفك باسم يسوع المسيح أن تتحنن علي وتجعل هذا الثعبان يبعد عني. أستحلفك باسم يسوع المسيح أن تتحنن علي وتجعل هذا الثعبان يبعد عني. انزل واتركه دون أن تؤذيه. فليتمكن اسم يسوع المسيح، فليتمكن اسم يسوع المسيح. لم نرمس هذا المقدم، فليتمكن اسم يسوع المسيح، فليتمكن اسم يسوع المسيح. فحب ان هو ينتقم، فامر ان هم يجيبوا اذان كبير ويحطوا فيه زيت وكبريت وزفت وقار ويولعوا تحت منه ويحطوا جواه القديسه بنو. ودي كان يعني حاجه صعبه جدا جدا على فكره، يعني دي من اشد العذابات برضو اللي قابلها القديسه بنوب، بدليل ان في دي يعني صرخ وطلب من ربنا المعونه والقوه، فظهر له رب المجد للمره الثانيه. هو السيد المسيح لو المجد ظهر للقديس ابانوب في رحله عذاباته مرتين.
المرة الأولى في أتريب زي ما قال لنا أبونا، والمرة الثانية في اللحظة دي. وطبعا عزاه وقواه وقال له لا تخف يا حبيبي أبا نوب، إني سأهتم بجسدك وسأرسله لبلدك، وهو ذا القديس يوليس الإقفاصي حاضر هيكفن جسدك ويرسله إلى بلدك. القديس يوليس الإقفاصي ربنا يعني فتح عينيه إن هو يشوف المنظر العظيم، إن ظهور رب المجد للقديس أبا نوب، ويسمع كمان الحوار اللي دار بينهم. فما حصل كده القديس أبا نوب القديس يوليس الإقفاصي، طبعا رب المجد كان شفاه وخرجه من الدقيقة دي. فالقديس يوليس الإقفاصي جري على القديس أبا نوب وسجد قدامه وقال له طوبى للبطن اللي حملتك والبلد اللي انت طلعت منها والبلد اللي هيتحط فيها جسدك، وطمنه وقال له انا معاك لغاية الاخر. وقديس أبا نوب طلب منه ان هو يفضل معاه للاخر، وده حصل وعده وفضل معاه. وقديس يوليس الإقفاصي كان اسفهسالار وكان مشير كبير او كان ليه وضع كبير او في الامبراطورية. يا ربي يا الهي يسوع المسيح، أنا هو عبدك وابن أمتك، اسمعني الآن من هذا القزان، اسمعني من جوف النار التي أنظر أمواجها تتلاطم وتعلو رأسي، انظر إلي وانقذني إن أردت، وإلا فاقبل روحي إن كانت هذه هي إرادتك أن أكمل جهادي. تباركت أيها الفتى الطاهر الذي أخزى الملوك الكفار، تباركت البطن التي حملتك، وتباركت البلد التي ولدت فيها، وتباركت البلد التي يوضع جسدك فيها. أستحلفك بالله يا شهيد الله أن تجلس قليلا حتى أكتب ما تراه عيناي وما تسمعه أذناي. إذا شاء الله أن يريح أبناءه الحقيقيين لا يرفع عنهم التجارب، بل يعطيهم قوة ليصبروا عليها. القديس مارس حاق السورياني. وهو في نص النهر، لكن زي ما قلنا بقى من شوية، ما تبصش للتجربة لكن بص للمسيح اللي جوه التجربة، لأن المسيح حول النار دي الندى بارد زي ما عمل مع الثلاث فتية القديسين. وهنا بقى ظهر له السيد المسيح ونقرا الوعد اللي قاله، بيقول تقوى يا حبيبي أبا نوب ولا تخف لأني معك. طبعا ده يدي القديس قوة عظيمة جدا. وها أنا أرسلت ليك رئيس الملائكة ميخائيل ليقف معك ويشفيك. طبعا دي برضو تدي له قوة. والحاجة الجميلة يقول وأقسمت بذاتي، ده ربنا اللي بيتكلم، وأقسمت بذاتي أن كل إنسان يقف عند جسدك ويكفنك أنا أستر جسده. كل إنسان، مش المقصود بقى بيه القديس يوليس بس اللي هو كفن جسده، لكن إحنا لغاية دلوقتي بنكفن أجساد القديسين، نكفنها عن نجيب لهم أطياب، نجيب لهم الكسوة بتاعتهم، نعمل لهم احتفالات، الحاجات اللي كل ما اهتم بالقديسين كل ما ربنا بيكافئني. فده اقسمت بالذات ان كل انسان يقف عند جسدك وكفنك انا استره. والذي يعطي صدقه للفقراء والمساكين على اسمك في يوم تذكره اجلسه في وليمتي المقدسه. طبعا دي حاجه طبيعيه، اللي بيدي للفقراء ربنا بيدي له مكانه فوق في السماء، زي ما قال كنت جوعانا فاطعمتموني وعشان سندوتش. وطبعا السيد المسيح شفى جراحات القديس أبا نوب من كل اللي فيه. وده اللي بقوله، عن انا عايز اقول ايه، احنا ما شفنا الست العذراء في الزيتون من 42 سنة تقريبا، لغاية النهاردة منظر ست العذراء
في ذهننا، ولو ما كانش في ذهننا ما كنتش انا اتكلم عليه دلوقتي من 42 سنة. فاذا كان واحد شاف العذراء بس ظهور كده من 42 سنة متأثر بيها، اما لما اشوف السيد المسيح نفسه طبعا دي بيبقى لها عزاء جامد قوي او فرحة كبيرة قوي تخلي الانسان يعني مش يتحمل العذاب بس يفرح بالعذابات اكتر واكتر، زي القديس العظيم ماري جرجس اللي استحمل عذابات 7 سنين، فبنقول عليه امير الشهداء عشان كده. تقوى وتعز يا حبيبي يا بانوب، فقد تم زمان جهادك وسأعطيك 3 أكاليل. الأول لأجل غربتك، والثاني لأجل دمك المسفوك من أجلي، والإكليل الثالث من أجل العذابات التي قبلتها من أجل اسمي. وها أنا أعددت يوليوس الأقفاصي ليكفن جسدك ويرسله إلى بلدك، وكل إنسان يسمي ابنه على اسمك أخلصه من كل شدة، والبلدة التي يكون جسدك فيها ويخدمونك باسمي أباركها. تبارك. عشت حياتك تنكر ذاتك وعطاياك دي في الخفا، وانت في سنك عرفت منك الناس طاري السماء. عشت لربك وكان قلبك مزود فيه رب القوات، وسط يانينك شفت بعينك اسمك مكتوب في السماوات. انت هذا الفتى سوف تفشل ويصيبك الخزي امام الجميع، يكفيه ما نال من عذابات على يديك، واذا كنت تنوي مواصلة تعذيبه فالافضل لك ان تريحه الراحة الابدية وتأمر بقطع رقبته وترتاح انت ايضا. عفوا يا قديس الله، لم أعد أحتمل متابعة عذاباتك أكثر من هذا. بالصواب يا أجل، فقد أتممت رسالتي وآن الأوان لنوالي إكليل الشهادة. فلتقطع رأسه بسيف الجلاد. القديس أبانوب خد 3 أكاليل. أكليل البتولية طبعا لأن هو ما اتجوزش وعاش طاهر، مش كل واحد مش متجوز يبقى طاهر يعني، لكن ده إنسان عاش طاهر في أحلك أيام الحروب اللي بتقابل الإنسان، لأنه كان فتى ودخل عن الشباب. إكليل الطهارة وطبعا إكليل العذابات وإكليل الشهادة. قول السلام لقديس عظيم طاهر شجاع وحكيم يليق به التكريم. السلام للشهيد أبانوب مقر ومريم أبواهم انتقلا للسماء وهو لا يزال في صبا. السلام للشهيد أبانوب في عظة القدس سمع عند قلديانوس واضطهاد لشعب سوس. السلام للشهيد أبانوب ذهب القديس وباع الذهب والمتاع وأعطى للجياع. السلام للشهيد أبانوب
طلب معونة الله ليقف أمام الولا وينال إكليل الحياة. السلام للشهيد أبانوس. ظهر الملك ميخائيل لحبيب عمانوئيل ووعده بلا كليل. السلام للشهيد أبانوس. قال الوالي اجلده على بطنه فعذبه حتى خرجت أحشاؤه. السلام للشهيد أبانوس. جاء الملك وشفاه ومن الوالي نجاه فقام وبكل قواه. السلام للشهيد أبانوس. أمر والي ثمانود أن يربطه الجنود في السجن بالقيود. السلام للشهيد أبانوس. شجع كل المساجين زملاء المؤمنين فظلوا ثابتين. السلام للشهيد أبانوس. الوالي أحضرهم وبالموت هددهم لم يخشوا فقتلهم. السلام للشهيد أبانوس. وعلق أبانوب على صار المركب واتجه إلى تريب. السلام للشهيد أبانوب. أبانوب سال الدماء فأتى الملك وشفاه فك رباطه وواه. السلام للشهيد أبانوب. شل والي ثمنود والعمى صب الجنود فأمنوا بالمعبود. السلام للشهيد أبانوب. أعلنوا إيمانهم وعفى الرب عنهم بصلاة قديسهم. السلام للشهيد أبانوب. احتملوا أذى وتعذيب فقتلهم وليتريب لإيمانهم العجيب. السلام للشهيد أبانوب. أتى بالقديس ودعاه ليقف وسط الولاه فشهد لابن الله. السلام للشهيد أبانوب. الإسكندرية أرسله وبالنار عذبوه واحترقت أعضاؤه. السلام للشهيد أبانوب. فأتى يسوع وشفاه ومن الحرق نجاه وبالملائكة قواه. السلام للشهيد أبانوب. عذب أبانوب البرا طعوا راسه وصار في كنيسة الأبكار. السلام للشهيد أبانوب. يا بطل قوي الإيمان اذكرنا في كل أوان أمام يسوع الحنان. السلام للشهيد أبانوب. تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إلهي الشهيد أبانوب عنا أجمعين. لكل شعب العالم كل واحد يطلب القديس أبانوب ربنا يديله أكتر من هو عايز. إحنا بقى إزاي نتبع السيد المسيح له كل المجد؟ الحقيقة لما بيجي لي مجموعة من الأطفال ومعهم الخدام وأكلمهم عن القديس أبانوب أسألهم سؤال، قال لهم مين نفسه يبقى زي القديس أبانوب؟ أبص ألاقي الأطفال كلهم طبعا يرفعوا أيديهم والخدام، وأنا ساعات أقوم رافع برضه يعني طبعا نفسي أبقى زيه. نقول لهم إيه بقى؟ نقول لهم اعملوا زي القديس أبانوب، اللي عايز يبقى زي القديس أبانوب يعمل زي القديس أبانوب. القديس أبانوب كان بيعمل إيه؟ رغم صغر سنه وجمال منظره فقد أبوه وأمه ومعاه ثروة كبيرة أوي أوي أوي، لكنه استمر في مواظبة حضوره للقداس. ده أول حاجة، حضور القداسات بانتظام. وبعدين رغم صغر سنه 12 سنة لكنه كان بيسمع العظم نبونة على إنها من يعني من ربنا ليه هو شخصية. أشبع بالمسيح بالتناول، وده قمة الاتحاد بالسيد المسيح له المجد. التوبة والاعتراف، الصلاة،
الكتاب المقدس، ومهم جدا الكتاب المقدس، أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. وسائط النعمة عموما هي اللي بتشبعنا بالمسيح. تتوحدي ازاي يا بنتي؟ مفيش حد قبلك سلك الطريق ده. في رهبان كتير سلكوا في الطريق ده وتوحدوا، وعلى عمين مش هكون لوحدي، هيكون معايا مجموعه من صديقات الروحيات. ما سمعناش عن حد من البنات فكر يعيش حياة الوحدة. أم النور عاشت حياة البتولية لحد ما تنيحت، هي تقويني وتعيني بصلواتها. والوالي حيوافي يا بنتي؟ بصلواتك وبكلامك معاه حيوافي. صلي يا بنتي وربنا يرشدك ويقويكي. ربي وإلهي، أنت أحببتني وخلقتني وعرفتني ودعوتني، التفت إلي وارحمني حتى لا يبقى مكان في قلبي لحب شيء سواك. أفرق ضيقات قلبي، اشرق بنورك داخله، أعني يا إلهي فأنت معين المتكلين عليك. تتوحدي إزاي يا بنتي؟ مفيش حد قبلك سلك الطريق ده. في رهبان كتير سلكوا في الطريق ده وتوحدوا، وعلى عموم مش هكون لوحدي، هيكون معايا مجموعة من صديقات الروحيات. ما سمعناش عن حد من البنات فكر يعيش حياة الوحدة. أم النور عاشت حياة البتولية لحد ما تنيحت، هي تقويني وتعيني بصلواتها. والوالي حيوافي يا بنتي؟ بصلواتك وبكلامك معاه حيوافي. صلي يا بنتي وربنا يرشدك ويقويكي. ربي وإلهي، أنت أحببتني وخلقتني وعرفتني ودعوتني، التفت إلي وارحمني حتى لا يبقى مكان في قلبي لحب شيء سواك. أفرق ضيقات قلبي، اشرق بنورك داخله، أعني يا إلهي فأنت معين المتكلين عليك. وانتي طفلة وصغيرة كنتي بنت الوالي أميرة عفيفة وطارة، يا أمي لا اشفعي فينا يا دميانا. رباك يا ابوك على الايمان بيسوع فادي العالم الحنان. عفيفه وطار يا امي لا اشفعي فينا يا دميانا. كبرتي في حب يسوع في قداسه فضائي صلاه ودموع. عفيفه طهرة يا أمي نايش فاعين فينا يا دميانا. طلبت حياة البتولية قطرك في نهاية الأبدية. عفيفة وطهرة يا أمي نايش فاعين فينا يا دميانا. نظرك مرفوع للسماويات بيسوع دستي على الأرضيات. عفيفة وطهرة يا أمي نايش فاعي فينا يا دميانا. جهاد متواصل بلا انقطاع أعطاك نصرة على كل خداع. عفيفة وطهرة يا أمي نايش فاعي فينا يا دميانا. سكنت في قصر عالي وبعيد متعب بدليل إله الوحيد. عفيفة وطهرة يا أمي نايش فاعي فينا يا دميانا. سلمت ربي يسوع أمرك فبنور حب وفض على قلبي. عفيفة وطهرة يا
أمنا إشفاعين فينا يا دنيانا. جهاد متواصل بلا انقطاع أعطاك نصر على كل خداع. عفيفة وطهر يا أمنا إشفاعين فينا يا دنيانا. سكنت في قصر علي وبعيد متعبدان الإله الوحيد. عفيفة وطهر يا أمنا إشفاعين فينا يا دميانا. في ضعف أبوك ترك الإيمان وذهب ليباخر للأوسان. عفيفة وطهر يا أمنا إشفاعي فينا يا دميانا. أنا مش مصدق اللي سمعته، وخلصنا من عبودية الشيطان. يا بنت أنا مش عارف أقول إيه. خفت على مركزك ولا على نفوذك ولا على ثروتك، ولا حبيت تجامل الإمبراطور ونسيت أبديتك؟ هددوني بيكي أنت يا حبيبتي إنهم ياخدوكي جارية في البلاط بعد ما يقتلوني. يا ريتك كنت صمدت أمام تهديدهم، كان أشرف لينا نسمع خبر انتقالك من أن نسمع خبر خوفك على نفسك وعليا. أنا مش مهم يا بنتي، مش مهم. يعني بعت المسيح علشاني، وانت اللي علمتني الحروف الأولى من الإيمان بالمسيح، وإن قوة المسيحيين ما بتظهرش إلا في الشدائد. اللي حصل يا دميانة ما يعبرش عن إيمان اللي جوايا. من ينكرني قدام الناس أنكرها أمام ملائكة أبي الذي في السماوات. أنا غلطت يا دميانة، غلطت. دي مش غلطة، ده هلاك. الكتاب بيقول من ذبح لآلهة أخرى يهلك، كل آلهة الأمم نجاسة. ما تخافش عليا، روح آمن إيمانك بالمسيح، مش مهم اللي يحصل بعد كده. خيرا لي أن أسمع خبر استشهادك من أن تموت ذليل جاحد عبد للشيطان. اغفر لي يا ربي يا يسوع، اغفر لي أنا عبدك الخاطئ. يشجعنا دراوي حب عجيب، رديت يا بوكي للحبيب. عفيفة وطهر يا أمي إشفاعين فينا يا دميانا. بقوة اعترف بالمسيح واستشهد بإيمان صحيح. عفيفة وطهر يا أمنا إشفاعين فينا يا دميانا. بسرعة صدر أمر الملعون بعذب دميانا بكل لون. عفيفة وطهر يا أمنا إشفاعين فينا يا دميانا.
لازم يعرف احنا متمسكين بالمسيح قد ايه. اللي عاوزة تهرب من التجربة تخرج من باب القصر بهدوء، الحرب هتكون شديدة. كلنا معاك يا امنا، لنا الحياة هي المسيح والموت هو ربح. ربي عيننا يا مخلص. بسم الاب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. جلدت طربت على التمثيل بقبول وشجاعة، ملام فيه عفيفة وطهر يا أمنا، اشفعي فينا يا دميانا. صبرت لاجل يسوع عفيفة وطهر يا أمنا، اشفعي فينا يا دميانا. ذقتي من أجله آلام الموت، فظهر لي مجد الله. عفيفة وطهر يا أمي نعيش فاعين فينا يا دميانا. لك أقول أيتها الإبنة المباركة دميانا، قومي من
غير فساد. إكليل عرسك السمائي في فرح الدائم، وها أنا ذا أجعل اسمك ينادى به بالعجائب في هذا الموضع الذي تبنى فيه كنيسة باسمك، وتأتي الجموع من كل مكان، وتحل بركتي وبركة أم العذراء مريم في هذا المكان إلى الأبد. عشت حياتي كلها تسبيح وشهادة ذبيحة للمسيح، عفيفة وطهر يا أمنا اشفعي فينا يا دميع إكليل المجد يا محبوبة، نلتي في 13 طوبة عفيفة وطهرة يا أمنا اشفعي فينا يا دميانا، في عرس قنا نلت المديح بإكليلك يا عروس المسيح، عفيفة أمنا اشفعي فينا يا دميانا، في 12 بشمس ليك تذكر تدشين كنيستك باستمرار، عفيفة وطهرة يا أمنا اشفعي فينا يا دميانا، أم شفيعة في المؤمنين أمام إلهنا في كل حين، عفيفة وطهر يا أمنا اشفعي فينا يا دميانا، أم حنونة على وردة توجب من يطلب شفعتك، عفيفة وطهر يا أمنا اشفعي فينا يا دميانا، قديسة أمينة في حياتها وشهيدة المجد الأبدية، عفيفة وطهر يا أمنا اشفعي فينا يا دميانا، إيمانا صخر لها سند به نالت إكليل المجد، عفيفة وطهر يا أمنا اشفعي فينا يا دميانا، يا رب أعطينا كحياتها نحيا لنتماثل بجهدها، عفيفة وطهر يا أمنا اشفعي فينا يا دميانا، تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إله الشهيد دميانا عنا أجمعين. تثبت قوة شفاعة 49 شيوخ شهيد لأنهم نالوا إكليل البتولية وإكليل الشهادة. نفسي أن كلنا نبدأ نتشفع بيهم عشان نعرف قد إيه هم ليهم بركة وليهم حظوة عند ربنا يسوع المسيح. هنتكلم على فضيلة مهمة جدا في حياة الشهداء وفي حياة كل أولاد ربنا، اللي هي فضيلة الأمانة. الشهداء كانوا في منتهى الأمانة، وكان قدامهم الآية اللي بتقول كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة، رؤية 2 آية 10. في الحقيقة من أكتر الصفات اللي بتميز الإنسان المسيحي هي فضيلة الأمانة، لدرجة ان عند ناس كتير قوي كلمة مسيحي تساوي ايه؟ تساوي امين.
ولغاية النهاردة لو في مخزن أو خزنة أو عهدة أو ختم النسر غالبا بيسلموه لإنسان مسيحي، يقول لك أصل أنتوا أمنا، أصل أنتوا كده، ده ميراث ورثناه عن أبائنا ولازم نجاهد ونحافظ عليه ونسلمه لأولادنا عشان من جيل إلى جيل وهكذا يكون. بس الأمانة المسيحية ليها سمات. أعتقد أول سمة في الأمانة المسيحية إنها أمانة أمام الله مش بس أمام الناس. سهل إن الواحد يرتدي ثوب الأمانة قدام الناس ويقولوا عليه أمين، ولكن في الحقيقة الأمانة المسيحية هي أمانة أمام الله كما أنها أمام الناس. داود لما كبر وبقى رجل وملك ومتزوج، في مرة نسي موضوع رقابة الله، في مرة عنده فراغ وطلع فوق سطح قصر الملك، واحنا عارفين ان قصر الملك ده أعلى بيت في المدينة، وبص من فوق القصر وشاف منظر مش من حقه يشوف، بدل ما ينزل عشان يبقى أمين لقى نفسه أعلى واحد في البلد، فظن إن محدش شايفه، فدى نفسه حق يشوف منظر مش من حقه ونسي إن فوق العالي في أعلى. وقت ما نسي هذه الرقابة وقع في خطية فظيعة. عشان كده أول سمة في الأمانة المسيحية إنها أمانة أمام الله وأمام الناس. سهل الإنسان يخدع الناس، سهل إن الإنسان يلبس ثوب الأمانة ساعة أو ساعتين، لكن الأمانة اللي بنتكلمها ده الواحد بيرتديها كثوب، كفضيلة يعيشها. السمة الثانية في الأمانة المسيحية إنها أمانة في الصغيرة وأمانة في الكبيرة، لأن الإنجيل يقول لنا الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم أي الغير أمين في القليل ظالم أيضا في الكثير. الأمانة في القليلة، في واحد يدقق في الكبيرة، لما يجي يعترف يعترف بالحاجة الكبيرة وما يشوفش الحاجات الصغيرة، لا ده الحاجات الصغيرة دي ممكن تضيع أبديتي. في ناس قالوا علينا الأقباط دول موسوسين، الأقباط دول معقدين، الأقباط دول بيألفوا، احنا إنجيليين لما الكتاب يقول الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير. فالكنيسة أخذت هذه الآية البسيطة وحولتها إلى حاجة نعيشها، لما الواحد يوم ما يتناول ما يطلعش بذرية من بقه، مش هيطلع كلمة وحشة صح؟ لما الواحد ما يعريش رجله يبقى مش هيعري جسده. اللي بيدقق في الصغيرة بيدقق في الكبيرة، واللي يفوت الصغيرة بالوقت هيفوت الكبيرة. الكنائس في الغرب قالت دي مش مهمة ودي بسيطة ودي أصل الأقباط مزودينها، لما فوتوا الصغيرة. عارفين النهاردة الغرب وصل لإيه؟ وصل لحاجات مجرد ذكرها من العار. كنائس، كنائس رسولية فيها كهنوت وأسرار وقديسين، لكن لأنهم فوتوا الصغيرة النهاردة فوتوا حاجات خطيرة. خلي بالكم إن ربنا لما بيحاسبنا بيحاسبنا حسب الأمانة مش حسب الكمية. يعني إيه؟ شوفوا في مثل الوزنات، السيد اللي هيسافر ودع عبيده واحد خمس وزنات، واحد وزنتين، واحد وزنة، وبعد فترة رجع
أبو خمس وزنات قال له يا سيدي ادتني خمس وزنات أنا تجرت وربحت، أدي الخمسة بتوعك وأدي الخمسة اللي أنا كسبتهم. فربنا قال له، حافظين أنتوا الآية دي، نقولها سوا يلا، نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. بعد كده جه أبو وزنتين قال له يا سيد ادتني وزنتين، تجرت وربحت وكسبت وزنتين، ادي اتنين وادي اتنين. لاحظوا ان السيد ما قالوش ليه ما جبتش خمسة زي اخوك، ما قالوش كده، ما قال له ايه؟ يلا قولوا، نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل أقيمك الكثير، أدخل لفرح سيد. الله يحاسبنا حسب الأمانة وليس حسب الكمية. ممكن واحد يحط في صندوق إخوة الرب خمسة جنيه، ممكن واحد يحط في صندوق إخوة الرب ألف جنيه. ربنا ما يقولش دول خمسة ودول ألف يبقى ده أكتر. ربنا لا يحاسبنا على الكمية، يحاسبنا على إيه؟ على الأمانة. ممكن اللي دفع خمسة جنيه ده هو أمين في شغله، هي دي عشوره، ربنا يفرح بيه جدا، لأن ربما اللي حط ألف ربما عشوره أكتر من كده بكتير وهو بيسكن ضميره بالألف جنيه. ما تحسبوش ولادكم على الكمية، حسبوا أولادكم على الأمانة. يعني ابني رجع من الامتحان، ولد صغير كده، فرحان خالص، مبسوط، مزقطط، ماما ربنا النهارده كان معايا والعذراء وماري جرجس وكل القديسين، النهارده اللجنه كانت جميله. يعني ايه جميل؟ يعني ايه؟ زي عندنا بالظبط. كارثه. الطفل متخيل ان ربنا معاه والعذراء والقديسين عشان النهارده اللجنه كانت جميله وغشه. الأم الواعية تعمل إيه؟ تقول له أنا زعلانة. دي الأم الواعية، ده إذا كان فاضل لسه من النوع ده. تقول له أنا زعلانة وبابا يزوع زعلان وماما العذراء زعلانة. بص يا حبيبي، نمرة واحدة بمجهودك بأمانتك من إيد ربنا أحسن من نمرتين بالغش من إيد الشيطان. أنا أعتقد أكتر كارثة تعاني منها بلدنا النهاردة، وإذا كنا بنعاني من الفساد اللي موجود في حتت كتيرة، وحسب تصريح بعض المسؤولين أن الفساد وصل لما فوق الركب، أنا أعتقد أن بداية الفساد وأس الفساد هو الغش في المدرسة في سنة أولى. زي ما هيتخرج هيتخرج غشاش، إذا طلع مهندس هيغش في إيه؟ في الحديد والأسمنت. طلع الدكتور هيغش في الدواء ويغش في الشهادات المرضية اللي بفلوس، وإذا طلع محاسب أو محامي أو مدرس أو تاجر، وزي ما يكون بيت الغشاش ما يعلاش. ابني تعب، ده بشهادتي انا شايفه تعبان وسهران، لكن ما جابش المجموع اللي نفسه فيه، ما زعلوش. قل له يا ابني انا اشهد امام الله ان انت كنت ايه؟ امين. انت تطلع اي مهنه وامين احسن ما تخش كليه من كليات القمه وتطلع مش امين. فاهمين؟ الامانه المسيحيه امانه في القليله قبل امانه في الكبيره. يصفون عن البعوضة يبلعون الجمل، ده مبدأ فريسي. ان انا قدام الناس ادقق فين؟ في الصغيرة قوي، علشان اكسب ثقتهم وعشان اكسب مدحهم، لكن من وراهم في الخفاء افوت الكبيرة. دي مش امانة، ده كذب، ده رياء. الامانة المسيحية امانة في القليلة وأمانة في الكتير.
أمانة أمام الناس وأمام الله. في واحد قدام الناس يبص في الساعة، لا 12 ودقيقة، لا 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 أنا مش هشرب 12 ودقيقة حلو، لكن من غير الناس في أوضته ممكن يشرب 12 ونص واحدة، محدش شايفه، دي مش أمانة، ده رياء، ده كذب، تمثيل. الإنسان الأمين أمين في القليلة وأمين في الكبيرة، أمين قدام الناس وقدام الله، أمين فيما لقيصر وأمين فيما لله، يعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. الأمانة عند الإنسان المسيحي كل متكامل لا يتجزأ. أنا مش بتكلم على الأمانة أكون أمين في عشوري وخدمتي وصلواتي وبس، وكمان أمين في شغلي، كمل للرب وليس للناس. أنا النهاردة هقول شوية حاجات وكل واحد يحسس على رأسه وحمشي. الإنسان الأمين أمين فيما لله وفيما لقيصر، يشتغل كما للرب وليس للناس. يقول لك يا ابونا كلهم بيزوغوا، هم حرين. لو أنا رحت مكان ولقيت 1000 رجل بيعملوا حاجة غلط، تبقى صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ دول 1000 واحد برضو غلط. قالوا الأثناسيوس، شكرا يا ابونا، قالوا الأثناسيوس يا أثناسيوس العالم كله ضدك، مش 1000. قال لهم أنا بنعمة المسيح ضد العالم، ما دام المبدأ بتاعي صح وقيسه من الإنجيل ومن أب اعترافي، لو رحت مكان في 1000 رجل بيعملوا حاجة غلط ده إنها غلط، إنها أمانة بالرغم من، في أمانة لأن، في أمانة بالرغم من. في مثل إنجليزي يقول إيه؟ تقول honest because is natural. honest يعني أمين، because لأن، is natural طبيعي، أي حد بره يعملها، but ولكن. honest in spite of، أمين بالرغم من، is divine. divine يعني إيه؟ إلهي. إن الأمانة المسيحية أمانة بالرغم من عدم أمانة الوسط، أمانة بالرغم من إن اللي قدامي مش أمين معايا. إحنا اليومين دول بنحتفل بالشهداء، الشهداء مثل رائع للأمانة بالرغم من. خدوا مثلا الكتيبة الطيبية والضابط موريس، أكثر من 6600 ضابط وعسكري معهم بعض الفتيات لعمل التمريض والأكل وكده، منهم القديسة فيرينا. هلاء الجنود والضباط كانوا أمناء مع الوالي اللي ما كانش أمين معهم، ماري جرجس. ماري جرجس قائد كبير في الجيش والعساكر بيحبوه جدا، وأي حاجة يقولها لهم يقولوا حاضر، بالرغم من عدم أمانة دقلديانوس مع ماري جرجس، لكن ماري جرجس ظل آمينا لدقلديانوس للنفس الأخير. تلاقوا اللي في السجون اللي بيتعذبوا في السجون بيصلوا بأمانة من أجل الحاكم اللي بيحاكمهم ويعذبهم، أمانة بالرغم من، بالرغم من الوسط الوحش. واحد في وسط سلبي، كل الناس بتعمل حاجة سلبية، بس هو بالرغم من ان الوسط مش حلو لكن هو امين. الامانة بتختبر حينما تأتي الفرصة. يعني مثلا انا مثلا حطيت لنفسي مبدأ ان انا ما غشش في الامتحان، وده مبدأ حلو امان، لكن انا في مجال في امتحان ما فيهوش غش مطلق، هل مبدئي
أو أمانتي اختبرت؟ ما اختبرتش، لم تأتي الفرصة. صح المبدأ حلو، لكن لم تأتي الفرصة. طيب أتت الفرصة بس أنا مش محتاج، يعني دخل الأستاذ في وسط الامتحان قال المسألة الفلانية دي صعبة، أنا هغششها لكم، بس أنا كنت حليت المسألة دي. أمانتي اختبرت ولم تختبر؟ لم تختبر، لأن إيه؟ مفيش احتياج. فاهمين؟ إمتى أمانتي تختبر؟ حينما تأتي الفرصة، وحينما أكون أنا محتاج. موظف والمدارس قربت وعنده 3 أو 4 ولاد في المدارس وعايل الهم طلبات المدارس، وبعدين هو قاعد بيشتغل في المصلحة بتاعته، راح واحد فتح له الدرج وحط له ظرف، يقول لك أصل ربنا عارف الظرف بتاعي فبعت لي ظرف. إيه رأيكم؟ صح، ربنا عارف الظرف بتاعي، ولكن لما ربنا يحب يحل مشكلتي، يحل مشكلتي بإيد ملاك ولا بإيد شيطان؟ طب دي إيد ملاك؟ لا، يبقى أرفض. مش كده؟ الأمانة بتختبر حينما تأتي الفرصة، حينما أكون في احتياج. وده اللي حصل مع داود. داود حاطط لنفسه مبدأ أن يكون أمين مع مسيح الرب شاول. جت الفرصة فاختبر، جت الفرصة وكان هناك احتياج. ده داود أيامها ما كانش لاقي ياكل، ده رجالته بيقولوا ده اليوم اللي ربنا قالك عليه ضغط الأغلبية، وده كمان اختبار ثالث ومحك ثالث. للأمانة أن تيجي الفرصة وأنا محتاج، والأغلبية بتقول لي اعمل، ومع كده ظل داود أمين، أمين بالرغم من عدم أمانة شاول. داود النبي وهو فتى صغير مطارد أمام شاول، بيطرده من مغارة لمغارة، من برية لبرية، وعايز يقتله، وأكتر من مرة حاول قتله، لكن بسماح من ربنا شاول هو اللي وقع في ايد داود. منهم مرة كان شاول نايم نحسان مش دريان، واصحاب داود المخلصين قالوا له يا داود هو ده اليوم اللي ربنا قال لك عليه، هو ده اليوم اللي ربنا قال لك اوقع عدوك في ايدك، ده نايم، خلص نفسك وخلصنا. قال لهم ما اقدرش، هو نايم لكن ربنا مش نايم. عظم داود انه كان امين امام الله، مش موضوع شاول، موضوع الله. ما اقدرش امد ايدي على مسيح الرب. للانسان الامين لابد ان يكون الدافع سليم والوسيلة سليمة. ما عندناش حكاية ان الغاية تبرر الوسيلة، لا ما عندناش. انا ما بقولكش سيب حقك، المسيح ما قالش سيب حقك، انت ليك حق طالب بيه بطريقة موضوعية بطريقة قانونية، طالب بحقك وخده، لكن اوعى تاخد حقك بطريقة غير امينة. النقطة الخامسة في الامانة المسيحية انها امانة في كل مراحل العمر، مش في احد المراحل. واقعد اتغنى بامانتي لما كنت صغير، نفضل بقى نقعد نتكلم على التاريخ والهيستوري، لا. كن امينا الى الموت، امين وانا طفل، امين وانا فتى، امين وانا شاب، امين وانا رجل، امين لما بقيت متجوز، امين لما بقيت عندك اولاد، امين لما بقيت رجل مسؤول كبير. أمانة في كل مراحل العمر، لأن لو أنا أمين في جزء من حياتي وبعد كده بقيت مش أمين، استفدت إيه من أمانتي؟ ولا حاجة. تاريخ نقعد نتكلم عن الفراعنة وإحنا مش بنمشي في خطواتهم. خدوا مثلا يوسف الصديق. يوسف الصديق كان أمينا في كل مراحل حياته،
شكل نصارى عظيما. كان امين هو طفل في بيت ابوه، ودي سهله انه امين مع ابوه لان ابوه بيحبه، is natural. لكن ايه رايكم ان يوسف كان امين مع اخواته اللي مش امن عليه؟ ابوه قال له اخواتك عوقوا في الشغل، خد الاكل ده روح في الحته الفلانيه هتلاقي اخواتك اديهم ياكل. قال له حاضر يا بابا. راح المكان اللي ابوه قال عليه، ما لقاش اخواته، ما قالش الحمد لله انا عملت اللي ايه اللي عليا. هو يعلم ان اخواته مش امنه معاه، بس هو امين بالرغم من، قعد يدور على اخواته رغم لما راح لهم واداهم الاكل وهم غدروا بيه ورموه في البير ثم باعوه. وجه مصر اشتغل عبد، ولم يكفر يوسف بالامانه، ما كفرش، مالش ادي اخره الامانه. فين ربنا بتاع الامانه؟ وفين كلام ربنا؟ وان الرجل الامين كثير البركات، فين الكلام بتاع ربنا؟ مالش كده. هو يؤمن بالامانه كقيمه، فلم يتذمر ولم يتمرد ولم يكفر بالامانه. جه بيت بوتيفار وكان امينا في بيت بوتيفار، مش بس على الاكل والشرب والغيط والفلوس، كان امينا على زوجة بوتيفار القديس يوسف الصديق الشاب العفيف. لما زوجة سيده عرضت عليه الشر وقالت له ما تخافش انا عامله حسابي، بوتيفار مش جاي، انا مفضيه البيت، قال لها الموضوع مش موضوع بوتيفار، الموضوع مش موضوع الناس والبيت فاضي ومين هيشوفنا، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ امام الله. دي عظمه يوسف، انه كان امين امام الله، مش موضوع بوتيفار، برغم ان الست دي ما كانتش امينه. هسالكم سؤال، مين بيحب مين؟ هل زوجة بوتيفار بتحب يوسف؟ ولا يوسف بيحب زوجة بوتيفار؟ المحبة الحقيقية، مين بيحب مين؟ اسمع من فضلك، يوسف اللي بيحبها، مظبوط. الست دي ما كانتش بتحبه، الست دي كانت بتحب نفسها. في حاجة محبة اسمها ايروس، واحد بيحب التفاح راح ماسك التفاحة راح قطمها. هو بيحب نفسه ولا بيحب التفاح؟ بيحب نفسه. بعد ما اكل نصها لقى في نقطة سمرة، هيعمل ايه في التفاح؟ هرميه. هو بيحب نفسه ولا التفاحة؟ بيحب نفسه. هي الست دي كانت بتحبه بالطريقة دي، الايروس، حب الاستهلاك، وضرته. هو بقى كان بيحبها محبة غبي، بيحبها وبيخاف عليها وامين عليها بالرغم من عدم امانتها. لما دخل السجن بسببها ما جابش سيرتها، ما جابش. لما بقى الرجل الثاني في مصر يعني اعلى من بوتيفار، جاب سيرتها؟ ابدا. هو امين على البيت اللي اكل فيه عيش وملح، بالرغم ان الست دي مش امينه معاه، لكن ظل هو امين، امانه بالرغم من. بعد كده اترمى في السجن بتهمه مشينه، تهمه مخله، ومع كده لم يكفر بالايه؟ بالامانه. وبالرغم ان في السجن بيئه سلبيه جدا وفيها عينات من البشر، ربنا يرحمنا، ومع كده احتفظ بامانته في وسط غير امين، لدرجه ان رئيس بيت السجن ساب له كل حاجه لانه كان امينا. طب لما بقى الرجل الثاني في مصر، كان امين على كل حبايه حنطه، وفضلت الارض كلها تاكل من يد يوسف لانه كان امينا. كن أميناً
إلى الموت سأعطيك إكليلها. الأمانة تجاه الأسرة، إن كل فرد في الأسرة يعرف واجباته ويكون أمين في أداء واجباته. المشاكل بتيجي منين؟ إن كل واحد فينا بيعرف حقوقه ويطالب بحقوقه. أبونا يروح يقعد في مشكلة، لقي كل طرف بينادي بحقوقه. هي تقول مش مديني حقوقي، هو بيشتكي مفيش حقوقه، والنتيجة إنهم زعلين بعض. المطلوب في البيت المسيحي إن كل طرف يعرف واجباته ويكون أمين في واجباته. لما الإنجيل يقول للرجل أن الرجل يحب امرأته كنفسه، أن الرجل يحب امرأته كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم ذاته لأجله. طيب الزوج اللي مراته تبقى سخنة عيانة وسخنة وتسعة وتلاتين ويسيبها ويروح يقعد عند واحد صاحبه، هل ده إنسان أمين على زوجته؟ مش أمين، مش أمين. طب لو حضرتك 37.5 مش 39، مراتك بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ وهي 39.40 وحضرتك تسيبها وتنزل، يسيبها تروح للدكتور لوحديها وهي دايخة تعبانة وقاعد في البيت قدام التلفزيون، ده مش أمين. ده بيحب نفسه اللي ربنا يديله فلوس، يديله فلوس شغل جاب فلوس، ويروح يقعد على القهوة أو في النادي ويضيع جزء من الفلوس في النادي، يشرب حاجات، يصرف على آخرين، ده إنسان مش أمين. لأن ربنا لما بيديك فلوس المال عطية للبيت كله، فاهمين؟ ربنا لما بيدي حضرتك فلوس انت تعبت فيها، ربنا يحافظ عليك وقيت، لكن دي مش ليك لوحدك، دي لبيتك. اللي بيضيع فلوسه في سجاير، في شيشة، في قاعد على قهوة، في لعب مش عارف ايه، هو انسان غير امين، غير امين في الفلوس، غير امين في صحته. خلي بالك ان صحتك دي مش ملكك، ارجع اقرا كورنثوس الاولى 7 عشان تعرف ان جسدك بعد الزواج بقى ملك مين. مش امين في وقته، لان الوقت القليل اللي فاضل لك من بعد الشغل ده لصالح مين؟ زوجتك وولادك. الزوجه تكون امينه على جزء، امينه على كل لقرش لجوزها بيتعب فيه وبيشقى فيه، تبقى حريص على كل قرش ولا تتحول الى مخلوق استهلاكي وتلهب ظهر جوزها بطلبات. كل ما تشوف حاجه في التلفزيون عايزه من ده زي العيال، دي مش امينه. ما جوزها بينتحر عشان يجيب لها الفلوس. ابقى امين تجاه اخواتي، تجاه اقاربي، اللي يعرف ان واحد في بلده، واحد قريبه، واحد جاره ما عندوش اكل وانا عندي اكل وانام مرتاح، ده انسان مش امين. الامانه تجاه الاقارب، ان احنا نقف جنبهم ونسندهم ونعضدهم. الذي لا يهتم باهل بيته فهو أشر من غير المؤمن. نقف جنب قرايبنا، أقف جنب أبويا وأمي، أبقى أمين تجاه أبويا وأمي. إذا كان فيا شيء صالح فده منهم. أمين تجاه أبويا، تجاه زيارته، تجاه احتياجاته. لكن في كل الأحوال أوعي تدي أسرتك قرش من ورا جوزك، عدم أمانة. الزوجة تكون أمينة على كل كلمة جوزها يقولها لها.
اعتبري ان كل كلمة جوزك بيقول لك هي سر، حتى لو ما لكيش ده ايه ده سر، اعتبري كل ما يقوله لك زوجك هو سر. الزوجة اللي تطلع سر جوزها وسر بيتها دي مش امينة. اقعد مع الزوج يقول لي طب ما انا كنت بقول لها، انا اول ما اتجوزت كنت بقول لها كل حاجة، وانا متجوز ليه؟ مش لاقي حد اتكلم معاه. كنت بقول لها كل حاجة واكتشفت اللي انا بقوله لها امها عرفته واختها عرفته وصاحبتها عرفته. اقول لها تاني يا ابونا؟ ابونا يقول له ايه؟ لا، لانها مش امينه. فاهمين؟ امينه على كل سر لبيتك، امينه في وقتك، كل وقتك لبيتك. الزوجه اللي تضيع وقتها في اي حاجه غير زوجها واولادها دي مش امينه. كل وقتك لزوجك واولادك وهكذا. الام الواعيه لما ابنها يجي من المدرسه بعد ما تبوسه تحضنه، دي اهم حاجه، يرجع الطفل المدرسه اول حاجه تعملي ايه؟ تبوسيه وتحضنيه، وبعدين تغيري له هدومه، وبعدين قدامه تبداي تفتحي الشنطه تطمني اكل الساندوتش ولا لا، تطمني على الواجب، واهم من كده تطمني هو رايح بألم، معاه ألمين، الألم ده بتاع مين؟ يمينة ماما، ده مش بتاع حد. مفيش ألم مش بتاع حد، ده بتاع، ما تفوتيش، ده بتاع مين؟ ماما لقيته في الحوش. اه شفت بقى، لقيته في الحوش لكن بتاع حد. آخر مرة تيجي بحاجة مش بتاعتنا، بكرة الصبح توديه للأستاذ بتاع الطابور ويدور على صاحبه، لقيت حاجة في حوش المدرسة توديها فين؟ للأستاذ في الطابور، لقيت حاجة في الكنيسة توديها فين؟ لابونا يدور على صاحبه، لقيت حاجة في محطة مترو الأنفاق، مترو الأنفاق يوديها فين؟ لنظر المحط. مظبوط، نظر المحط. تقول لي هياخدها هو حر، أنا ماليش دعوة، ياخدها هو حر لكن أنا ماخدهاش. فاهمين؟ ربنا ائتمني على وزنات كثيرة وبيطالبني بالأمانة في كل الوزنات. اداني صحة، اداني مال، اداني علم، اداني خبرة في العمل، اللي اتجوز اداله تمنه على زوجة، تمنه على أولاد، تمنه على مال، كل دي وزنات. ولكن في الحقيقة أهم وزنة وأغلى وزنة ربنا أتمني عليها هي نفسي. نفسي، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وكل الناس بتشهد لك إنك أمين، أمين في القليل وأمين مع الكتير وأمين مع فلان وأمين بالرغم من، لكنك مش أمين على خلاص نفسك. ربنا يقول لك انت اخدت اجرتك على الارض، ناس كانت بتحبك كانت بتمتدحك، انت اخدت بركتك على الارض، لكن انت ما كنتش امين على خلاص نفسك. فاهمين؟ الامانه مع الناس على الارض مش كفايه، امين على خلاص نفسي، ان الوزنه اللي ربنا اداني دي ابقى امين عليها لغايه لما توصل السماء. الامانه في سر التوبه والاعتراف، الأمين على نفسه ينظفها. أبقى أمين في اعترافاتي، أسأل نفسي هل أنا أمين في اعترافاتي؟ تلاقي واحدة جاية تعترف وقعدت مع أبونا ساعة تعترف وعاملة حسابها جايبة 3 بكوات مناديل لزوم التوبة، يعني طول ما هي قاعدة عمالة تعيط ومنديل يتبل وتطلع منديل تاني، وطول ما هي قاعدة بتعترف على خطايا جوزها، طول القعدة بتعترف على خطايا جوزها وبتعيط على نفسها اللي مظلومة من هذا الرجل الظالم. طب لما ابونا يجي يقرأ التحليل، يقرأ التحليل ليها ولا لجوزها؟ ما هي بتعترف بخطايا جوزها، ما دي مش أمانة في الاعتراف. واحد قاعد يعترف طول القعدة عمال يبرر نفسه، أصل فلان ضحك علي، أصل فلان وزني، أصل فلان خدني.
أمانة في سر التوبة والاعتراف، أمانة في سر التناول. التناول مش بنخش ناخد بركة، لا، البركة وابونا بيوزعها هنا، دي بركة خد منها، لكن احنا جوه بناخد جسد حقيقي ودم حقيقي. لما ابونا يقف قبل ما يناولنا ويقول اللي مخاصم حد ما يتناولش، وتلاقي اتنين متخاصمين، واحد داخل من هنا واحده داخله من هنا، ما بيكلموش بعض في البيت، في بيت واحد وجايين كل واحد لوحده ومش بيتكلموا بعض، وكل واحد خايف داخل ايه يتناول. دي امانه؟ ده السر ده خطير وعظيم، الامانه في خلاص النفس، ده موضوع كبير قوي. الامانه تجاه الكنيسه، ان يوم الرب للرب، دي امانه في يوم الرب، اللي منكم بيشتغل عمل حر وفي ايده ياخد اجازه، يختار اجازته، يختار يوم الحد، وتكون امين في يوم الرب، امين في خدمتي. اذا ربنا اتمني على خدمه ايا كان نوعها اؤديها بامانه. انا بخدم مدارس الاحد، يبقى امين في التحضير، امين في الافتقاد، امين في الصلاه من اجل ولادي، امين في اجتماع الخدام، امانه، امانه في كل ما يخص الكنيسه. عارفين العشور؟ الامانه في العشور معناها ان كل قرش ربنا يبعتهن نطلع عشوره اولا، ان يكون الله اولا، دي الامانه. في واحد بقى يعمل ايه؟ ربنا اداله المهيب، قوم يقعد يطلع الايجار والميه والنور والغاز الطبيعي والمدرسين والجزار والبقال، واللي يفضل هطلع عشور. دي ما بقتش عشور، دي بقت اشور. اشور بنضحك على ربنا، بتضحكوا على مين؟ اللي بيزرع بالشح بيحصد بالشح. ليه في بيوت كتيرة بالرغم من دخلها العالي تعاني؟ لعدم الأمانة في وزنة المال. إن إحنا مش أمنا مع ربنا، ربنا مش محتاج الملالين بتاعتنا، بس ربنا يقول اعطوا تعطوا. دي المرة الوحيدة اللي ربنا قال جربوني، لما نجيب العشور بأمانة مش الأشور. أنا أؤمن إن مفيش مسيحي ما بيديش، بس في ناس كتير قوي مننا بتدي الأشور مش بتدي العشور. في ناس فاكرة نفسها معفية من العشور. واحدة إنسانة بسيطة والكنيسة بتاخد بركتها، فاكرة إنها معفية من العشور. علموا إخوة الرب إنهم يطلعوا إيه؟ العشور. فاهمين؟ لألا نحولهم إلى ناس منتفعين. إذا كانت بتبيع شوية خضار تطلع عشور مكسبها، هي غلبانة بس ربنا عايز يديها أكتر. وفكروها بقصة الأرملة والفلسين. في بعض آبائنا الكهنة يعتقدون أنهم معفيين من العشور، يقول لك ما أنا كل الملك ربنا، واللي بيخدم المذبح ياكل المذبح. بس الأب الكاهن يدفع العشور. في العهد القديم كان في حاجة اسمها الرفائع. تعرفين سبط لاوي كان عايش على العشور، مفيش أرض، كان بياخد العشور يوم يطلعوا إيه؟ عشر العشور. الكاهن مش معفي من العشور، وإخوة الرب مش معفيين من العشور. نمجد ربنا. بصوا أنا مش عايز أطول عليكم، لكن عايز أقول إن الأمانة تدخل في كل تفاصيل الحياة. احنا ورثنا ميراث رائع من اجدادنا اسمه الامانه، ومطلوب مننا نورث ولادنا نفس الميراث. حد ابني محاضره في الامان، كن وكن 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 في الهوى، هوى ولادنا طلعوا زي ما احنا ايه عايشين. لما يلاقي ماما مدققه في الخمسه ساغ، وبابا يركب معاه المواصله، يبدا يدور، اول ما يطلع يدور على مين؟ على الكمساري. مش يفرح انه زوغ من الكمساري.
اللي مش هيدفع التذكرة هيروح النار، هيروح النار، هيروح النار على مستوى التذكرة. خلي بالكم هنكتشف ان ممكن ابديتنا تضيع بتذكرة. عم مخاييل لما كان يركب مواصلة يدور على كمساري، طب لو الكمساري ما جاش تاني مرة لما يركب يقطع تذكرتين؟ دي مش اساطير، دي حقائق الناس كانوا عايشين في وسطينا. يقطع تذكرتين عشان المرة اللي فاتت كان ايه؟ في ناس بتضحك كان احنا، لا دي مش نكت، دي امانة. بصوا كل واحد يدقق في حياته، كن امينا الى الموت ساعطيك اكليل الحياة. الانسان الامين هنا في الحاجات الرفيعة ام ربنا يستأمنه على ملكوته، ادخل لفرح سيدك. طب لو انا مش امين هنا على التذكرة وعلى الخمسة ساغ وعلى، هل ممكن ربنا يأتمني عن ملكوت؟ بأمارتين، بأمارتين. الأمين في القليل الله يقيمه على الكثير. ادخل إلى فرح سيدنا. ربنا يدينا كلنا إن احنا نسمع هذا الصوت الحلو، نعيش بأمانة ونعيش في أمانة إلى النفس الأخير. بركة أمنا العذراء وبركة الشهيد العظيم ماري جرجس، بركة قداسة البابا شنود.